متابعينا بصباحنا، ووصلنا إلى فقرتنا التالية. دائما داخل الكنيسة في يعني أعمال كثيرة بيقوموا فيها سيدات ورجال، أيضا بيهتموا بالكنيسة، بيهتموا بتفاصيل كثيرة، يعني اسمهم وكلاء الكنيسة، حتى في أخويات، في اجتماعات، في أيضا برامج يمكن تعنى بكثير من القصص بتخص العيد وبتخص أيضا أيام السنة كلها. رح نحكي بهذا الموضوع مع سيدة فرح بيطار، وكيلة ومسؤولة أخوية سيدة الخلاص في كنيسة القديس كيرلس. صباح الخير، صباح النور، مسيح قام، حق القام. أهلا وسهلا فيكم. أهلا، صباح الخير. خلينا نحكي بالبداية عن معنى الأخوة بالكنيسة، قديش هيدا معنى يمكن بيجسد معاني إيمانية وروحانية عالية. أكيد هي الكنيسة بتجمع كل الأخوة المؤمنين الموجودين اللي بترددوا على الكنيسة، إن كان للصلاة أو للعمل فيها، فهن جميع المؤمنين الموجودين دائما مع بعض، بتجمعهم الصلاة اللي هي نقدر نقول إنه الجسر يلي بيوصل بين المؤمنين وبين ربنا، من خلاله بتوصل لصلواتنا ودعاءاتنا لإله. نعم سيدة فرح، يعني هيك خلينا نحكي اليوم اجتماعات الأخوية، من نحن وصغار نحن بنروح على الأخوية يوم بالأسبوع، في نشاطات كثيرة من علما لأطفالنا لحتى يكبروا ويصيروا هن أخوة أو وكلاء بالكنيسة أو بالأخوية. خلينا نحكي اليوم عن أهمية هي التجمعات، خلينا نحكي عن احتضان يمكن من عمر صغير لعمر المراهقة، يمكن يعني بيصعبوا على الأهل، بيكون يعني بالأخوية هيك شوي أروع، بيسمعوا الكلمة، بيلتهوا شوي بالفعاليات أيضا. خلينا نحكي بشكل عام قديش مهمة الأخوية بحياة الصغير والكبير. طبعا الأخويات هي تعتبر من المهمات المسؤولة بالكنيسة عنا، وإلها كتير ضرورة وجودها من عمر الأطفال الصغار لعمر لحنا السيدات اللي بيجوا لعنا على الأخوية. كل خميس عنا قداس بيكون من 9 للـ10، فهل هالصلاة هي اللي بتجمع السيدات مع بعضها. طبعا بالكاهن المرشد تبع الأخوية الأب فادي بركيل له الشكر بوجوده معنا وتعاونه معنا بالأخوية، فمنكون كلنا مع بعضنا سواء بأيام الصلاة، بنعمل ممكن الصوم، نجتمع سوا على مائدة، نتناول طعام الصائمين مع بعضنا. إلا نشاطات كتير كبيرة الأخويات بالكنيسة، ونحن نشاطاتنا كمان مع السيدات سواء كانت فطورات أو رحل داخلية أو خارجية. طبعا ريعة هي كلياتها بتعود للعائلات المحتاجة، للأمراض. نحن دورنا كمان كوكلاء بالكنيسة وبالأخوية نزور العائلات اللي هي بحاجة لعملية، لأدوية، لحاجات مدرسية، نقدر يعني نفهم منها شو يعني حابة نساعدها. ونحن كمسيحيين مو مجرد بس اسم، إنه أنا مسيحية بالهوية المسيحي أو أي إنسان متدين له دور يعمله في مجتمعه، سواء بكنيسته، بحارته، يقوم بشغلات بتدل على ديانته اللي هي على التسامح والمحبة مثل ما علمنا سيد المسيح. ففي لكل شخص مسيحي هو له دور بالمجتمع يقوم فيه لحتى يؤدي دوره كمسيحي. ست فرح، ذكرتي انتم كوكلاء واخويات عندكم خلال السنه فعلا مهام الى معنى وهدف اساسي هو مساعده الاخر، وكمان في مهام مضافه بتكون ايام الصوم الكبير فينا نقول والاعياد، خلينا نحكي عنها. هي بتكون يمكن مهام اضافيه ويمكن مجهود اضافي لكل شغلكم المستمر خلال السنه. طبعا في الشغل بده يكون على مر السنه كلياتها، يعني سواء بالاخويه او بالوكلاء، وخصوصي بفترات الاعياد اللي هي الصلوات الدائمه اللي بتكون بالكنيسه، خدمه الكنيسه، تزيين الكنيسه بالمساعده مع بقيه العناصر الموجوده فيها. ففي مهام كثير كبيره، هي الصلوات اليوميه وخميس الاسرار والجمعه العظيمه والشعانين، هي كلها بدها تحضيرات قبل بوقت،
كانت لحتى نقدر نقوم فيها ب يعني على اكمل وجه. اكمل وجه تمام. سيدي فرح خلينا نحكي عن المهام ويمكن كيف نحن بنقدر ناثر على الرعيه، يعني نحن كوكلاء يعني قديش نحن عندنا واجب انه نحن ناثر عليهم ان كان دينيا. حكيتي كمان ايضا بتروحوا وبتزوروا وبتساعدوا اي حدا محتاج، ولكن داخل الكنيسه عند اقامه اي صلاه كيف تاثيركم على الرعيه بتكون؟ هلا نحن بنكون موجودين هون بالكنيسه، في في اشخاص بتجي مثلا عندها مشاكل بتواجهها بحياتها، ممكن انه نحن نساعدها فيها مع الكهنه الموجودين معنا طبعا باشرافهم هن. ففي هيك يعني بالاحاديث بالرياضات الروحيه اللي بتصير، بالصلاه المركزه على الفرد، يعني هي انه كله مع بعضه هو مساعده الحقيقه بالكنيسه مع بعضنا. وقديش مهم يمكن هيدا العمل، يعني قديش لما عم تحكي خلال حديثك انه بتحاولوا تتواصلوا مع الناس تعرفوا مين بحاجه لمساعده، هذا هدف كثير نبيل وسامي، قديش كمان بينعكس عليكم داخليا اليوم لتقدري تكملي وتعطي وتستمري، ونحن اساسا عم نعيش بظروف فعلا هي صحيح. ظروف قاسيه واستثنائيه على الكل اليوم. ايه طبعا هلا هي الظروف كثير صعبه وقاسيه، والحقيقه ان الله راضي، يعني ان شاء الله بنطلع منها هيك بالصلاه وبالصوم وبالمحبه بنقدر نخلص منها وننتقل لمرحله افضل ان الله راضي. يعني هي صعبه الحقيقه، وبس ترجع لنا نحن بالاحساس بالفرح والبسط انه نحن عم نقدر نعمل شيء لهالعائلات هي، والله يقدرنا كلياتنا نقدر نعطي ونقدر نفيد غيرنا سواء بالكلمه او بالحاجات الماديه. وهون الكنيسه دائما مفتوحه لكل المؤمنين والمحتاجين والمتدينين، يعني فهي بتعود علينا بالفعل يعني بفرح داخلي بسلام داخلي. ونحن كمان علينا انه لازم كمان نصلي لناخذ القوه من ربنا لنكمل هالمشروع هذا اللي هو بحاجه لجهد ولصبر ولا يعني وانت بتسمعي قصص يعني بتبقي بدك تبكي قدام الشخص، بتحاولي تكبتي حالك، بدك تكوني قويه كمان، يعني ما بتقدري تظهري ضعفك. فالله يعطينا القوة وهذا أهم شيء إن شاء الله يا رب. يعني أكيد سنة عن سنة بمر العيد وطقوس العيد وفرح العيد ويعني الوجع عم يزيد خلينا نقول، وظروف عم تكون أصعب عن السنوات القبل. الحمد لله يمكن يعني نقول الحمد لله وعنا إيمان وعنا أمل جواتنا، ولكن في ظروف صعبة. نحن بالعيد خاصة نحن كوكلاء قديش بتكون احتفاليتنا للآخر، قديش كمان بنطلع انه ما حدا ينحرم من فرح العيد طبعا. من الطقوس تبع العيد، ممكن توزيع البيض داخل الكنيسة مثل اليوم بالعيد مثل ما شفنا، اكيد شيء كثير مهم يفرح قلوب كثير، يفرح يتامى، يفرح حدا محتاج وفقير. خلينا نحكي بالعيد نحن قديش دورنا كمان مهم. بالعيد كثير ضروري تمام انه التركيز خصوصا على الاطفال الصغار اللي هن بحاجه لملابس، بحاجه لهدايا، بحاجه لشغلات يحسوا فيها انه هن مثلهم مثل غيرهم، ما حدا ينحرم منه. هلا امبارح كان عندنا مناسبه انه كان في ايتام، وزعنا لهم بيض شوكولا، فوقت وزعنا لهم اياها يعني يتلبكوا بالفتح انه بس بدهم يوصلوا للي بقلبها، للعبه اللي بقلبها، للشوكولاتيه اللي بقلبها. كثير مهمة هي الناحية والتركيز عليها، في مهام كثير كبيرة بفترة العيد تمام، لحتى ما تردي حدا خائب أو طفل مثلا عنده حفلة ما بيقدر يدفع التكاليف تبعها، فنحن بنحاول إنه هالطفل يحضر الحفلة وينبسط مع رفقاته كلياتهم، يلبس شوي أواعي جديدة ما تكون من الأخ الأكبر أو الأصغر. يعني عم نحاول قدر الإمكان بالعيد إنه الواحد يضاعف جهده لحتى نخلي العيد هيك يمرق بفرح وبسط.
طيب الاستمرار بهذا العطاء فينا نقول يعني بهذا العمل وهذا العطاء ضمن هاي الظروف الصعبة، قديش فعليا في هيك صعوبة ومشقة ورضا داخلي لتقدروا تكملوا رغم كل شيء عم يصير؟ قلتي يمكن انه هي يمكن ابتسامة الطفل الصغيرة قدرتي فعليا توصلي له رسالة فرح، هي فعليا تزرع داخلنا هيدا الإيمان الحقيقي لمعنى العيد الحقيقي هو الإيمان الداخلي. تمام. هلأ مثل ما أنا قلت أن المسيحي عليه دور كبير هلأ خلال السنة وخصوصا خلال الأعياد يعني فلزرع الفرح والبسط عند المحزون المريض المحروم الحزين، هذا كله أدوار لازم نحن نقوم فيها يعني من قلبنا، من يعني نكون عندنا هيك مثل ما يعني صلاتنا لفوق توصل لحتى بالفعل تقوينا نحن لنقدر نقوي غيرنا. يعني إذا إحنا ما قوينا وعنا الصبر وعنا هالابتسامة ما بتقدر أنت تعطي. نعم. سيدة فرح، العمل بالكنيسة أو وكلاء الكنيسة هو عمل إنساني، عمل من القلب نابع، قديش مهم اليوم أنه أنت تلاقي حدا كنتوا تساعدون مثلا حب ينضم لعملكم، حب ينضم لكم، يمكن هاي المواقف قديش بتصادفوها بحياتكم اليومية وخلال أيام السنة أكيد مو بس بالعيد، يمكن تجهيزات لفرح طفل أنتوا كمان كله بتشتغلوا بإيدكم والشبيبة أكيد بتساعدكم، ولكن خلينا نحكي عن انضمام أشخاص لألكون، قديش يمكن في كتير من السيدات كانت بحالة نفسية يرثى لها انضمت للأخوية تغيرت نفسيتها، شاركت بالبازار، تأمن لها شغل، صارت هي تطلع قوت يومها بإيدها. تمام. نحن بهالمجال هذا اللي نحن هلا عم نعمل فيه نشتغل فيه كتير في سيدات من يلي قدرنا نحن نساعدهم صار عندهم دافع انه يكونوا معنا بمشاريعنا، مثل ما تفضلتي حضرتك بالبازار مثلا يقدموا شيء من هن عم بيشتغلوا نقدر نحن نبيعه يرجع ريعهم لإله، فكتير مهمة وبيجينا كتير مزبوط انه ناس بدها ترجع تفوت معنا لحتى تساعد لانه هي حست بالفرح اللي هي اجاها من خلالنا فحبت كمان هي تكون معنا مثل دعم كمان للاشخاص اللي بدهم يجوا لحتى يساعدوهم. اكيد بدنا نتمنى لكم التوفيق فعليا والله يقويكم. قديش بتكوني سعيده لما تسمعي هالحديث والمعاني الاساسيه للعيد، هي يمكن زرع الفرحه بقلوب الكل والشعور بالاخر هو المهم. نتشكرك ست فرح بيطار على وجودك معنا، ومره ثانيه بنقول لك المسيح قام حقا قام، وكل عام وانت بألف خير. وانتم بخير، شكرا كثير لكم، يعطيكم العافيه. بحب اتشكر كمان الاب فادي بركيل المسؤول عن الكنيسه وابونا ماركوس ديب، ويعطيكم العافيه وكل سنه وانتم سالمين، وان شاء الله عيد هيك ينعاد على الجميع بالخير وللاحلى، والمسيح قام حقا قام. شكرا كثير لك.